ضمن فريق الملة جليل الكربلائي المتسابق سجاد فلاح يواجه المتسابق ضياء حسين. سجاد فلاح وضياء حسين، حياكم الله. من راح يقرأ أول؟ وعليكم السلام. حياك الله، موفق إن شاء الله. طالب عليه السلام. عليه السلام. نعم. لك الوقت حبيبي. ما هو بيها ما هو بيها دار خلاف أهلها، ما هو بيها شل بيها وبويا، شل بيها وبويا، ما هو بيها شبه طفلة المضيعة، ما هبوها ما هبيها تحسد كل طفيل بحضان بيا، لا تريد ما ظل أثار كل شي انتهى بسفاركم، لا تريد ما تيل ورد مني انقطع خباركم، لا تريد ما ظل أثر كل شي انتهى بسفاركم، لا تريد ما تيل ورد مني انقطع خباركم، كتبتي على دارك دمعتي انتظارك، كتبتي على دارك دمعتي انتظارك، بويتي يدري من غيابك موتي راحة، واللي يسافر يبقى عايش ويجراحة، بويتي يدري من غيابك موتي راحة، واللي يسافر يبقى عايش ويجراحه، ردت اشوفك حتى قلك بالصراحه، ترجع لمن دنيا ماكو بس نياحه، لا تظن نفسي الوضع لازم يجي بديله، لا تظن لما ترد تستقبلك عليلة، لا تظن نفسي الوضع لازم يجي بديلة، لا تظن لما ترد تستقبلك عليلة، ماتتي بمسارك دمعتي انتظارك، ماتتي بمسارك دمعتي انتظارك. أحسنت يا سجاد. نعم يا ضياء، مكانه أحسنت. ما هو بيها ما هو بيها دار خلاف أهلها، ما هو بيها شل بيها وابويا، ما هو بيها شبيه طفلة المضيعة، شبيه طفلة المضيعة، ما هو بوها تحسد كل طفيل بحضان بي، لا تريد ما ظل أثر كل شي انتهى بسفاركم، لا تريد ما تيل ورد مني انقطع خباركم، لا تريد ما ظل أثر كل شي انتهى بسفاركم، ما لا تريد ما تيل ورد مني انقطع خباركم، كتبتي على دارك دمعتي انتظارك،
كتبتي على دارك دمعتي انتظارك بويا تدري من غيابك موت راحة واللي يسافر يبقى عايش ويجراحة بويا تدري من غيابك موت راحة واللي يسافر يبقى عايش ويجراحة ردت أشوفك حتى أقول لك بالصراحة ترجع لمن دنيا ماكو بس نياحة لا تظن نفسي الوضع لازم يجي بديلة لا تظن لما انترد تستقبلك عليلة ما تتيب مسارك دمعتي انتظارك سنت الله يوفقك ان شاء الله امام المايك امام المايك اثنيناتكم موفقين ان شاء الله نعم يا ملا جليل الكربلاء طبعا اداء جميل كان من اعزائي واحبابي الله يبارك فيكم اكو شيء بالعبوديه في محضر استاذنا اقولها سيد سعيد كلمه تحسد هذه طبعا اذا كان يقول الشاعر تغبط كان ابلغ واجمل واحسن صح هاي وحده هم مصير ها هم صحيح يعني لا الغبطه زينه الغبطه ما فيها زين يعني. ما فيها اشكال احنا نغبط الان انا اغبطكم على هالتواضع وعلى هالاخلاص اللي عندكم الغبطه حلوه فمولاي قراءتكم جميله كانت عزيزنا السجاد أدى القصيدة ولكن كان عنده إخفاقات بالقصيدة وبالتسلوم بالأخير الطبقة اختلفت عنده طبقة المستهل اللي ذب أول مرة بالربط من إجه اختلفت الطبقة ما كانت نفس الطبقة ولكن أخونا أدوا بشكل جميل هم أدي اثنيناتهم جميل يعني أنا بس احنا أريد واحد أنا يعني أقبل أياديكم اثنيناتكم الله يخليك الله يخليك ولكن الله يبارك فيكم عزيزي منو سجاد منو سجاد سجاد الأول أبو الدشداش الأول أبو الدشداش والثاني ضياء ضياء بلي بلي موفقين أنا طبعا لكي لا ناخذ وقت أكثر الشيء اللي وصلت إليه ضياء أدى يعني اللحن أجمل وإن شاء الله نتمنى لكم التوفيق ونسأل من الله ضياء حسين تأهل ويانا تأهل ويانا بارك كل التوفيق يا ضياء حسين الله يبارك فيك ونتمنى لك كل التوفيق يا سجاد فلاح